للمرة الأولى منذ بداية الحرب في أوكرانيا تخرج روسيا صواريخها العابرة للقارات لضرب كييف، ورغم أن الكريملين لم يعلق على هذه الخطوة بعد إلا أنه يتشبث بالتصريح نفسه: نحاول تجنب صراع نووي في المنطقة. وفي أحدث تصعيد للحرب وأكثره خطورة أعلن سلاح الجو الأوكراني أن موسكو أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات على أوكرانيا ردا على إطلاق كييف صواريخ طويلة المدى على روسيا. أكدت كييف أن القوات الروسية استخدمت هذا الصاروخ على مدينة دنيبرو، فيما تؤكد مصادر وكالة فرانس بريس أن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو هذا السلاح منذ عام 2022. وتأتي الخطوة الروسية بعد ساعات على اعتراض قوات موسكو وإسقاطها صاروخين بريطانيين من طراز سورم شادو كانت قد أطلقتهما أوكرانيا لاستهداف العمق الروسي. وأدى الضوء الأخضر الذي أعطته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باستهداف عمق الأراضي الروسية بصواريخ أمريكية بعيدة المدى أدى إلى تأجج الصراع الذي يدخله المعسكر الغربي ضد موسكو. وفي خطوة جديدة بدأت السويد في إرسال نحو 5 ملايين كتيب إلى مواطنيها تحثهم فيه على الاستعداد لاحتمال وقوع حرب، فيما أطلقت فنلندا موقعا إلكترونيا يتضمن نصائح مشابهة. على الجانب الآخر قال الكريملين أنه يبذل جهودا كبيرة لتجنب وقوع صراع نووي في ظل تطورات كبيرة تشهدها الحرب، لكنه لم يعلق على الاتهامات الأوكرانية لروسيا بإطلاق صاروخ عابر للقارات. إذن النقاش حول هذا الموضوع. نرحب الآن بضيفنا مباشرة من موسكو، نرحب بالسيد ألكسندر زاسيبكين الخبير في السياسات الروسية والدبلوماسية الروسية السابق، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذن ما هي الرسائل التي تريد روسيا إيصالها هنا مع إطلاقها صاروخا روسيا عابرا للقارات على أوكرانيا لأول مرة هنا في الحرب؟ هذا ليس فقط أنه لأول مرة صاروخ عابرا للقارات، بل صاروخ من نوع جديد. نحن لم نسمع عن هذا الصاروخ سابقا، وهذا شيء جديد. والأهم الميزة السرعة متفوقة، وما فيش أي سلاح الصواريخ مضاد للصواريخ في الدول الغربية قادر لإسقاطه. هذا هو الأهم ما نحن سمعناه اليوم. لا. لأنه كان هذا الهجوم الصاروخ الغربي، هذا أتاكامس وشتورم سادول، هذا خلال يومين الأخيرين، وكان هذا الإطلاق الصاروخ الجواب على الهجوم الغربي. نعم. فبالتالي هنا نسجل القفزة نوعية في المواجهة، وكان الهدف الغربي تخويف الجانب الروسي بهذا الدخول عمق روسيا على منطقة كورسك وبريانسك، ولكن بصورة مفاجئة تم بطبيعة الحال تم إسقاط أكثرية صواريخ الغربية، بس بصورة مفاجئة رد الفعل كان باستخدام صاروخ جديد. والآن حتى يعني للمرحلة القادمة يعلن الجانب الروسي أنه ما فيش هناك الإمكانية بالمعسكر الغربي لإسقاط هذه الصواريخ. فلذلك هنا يعني المسألة تصبح أوسع بكثير. نعم. من فقط تبادل بالهجوم والهجوم المضاد. طيب عذر على المقاطعة. نعم. يعني لماذا روسيا هنا لم توضح بشكل رسمي أو لم تعلق بشكل رسمي أسباب هذه الخطوة؟ يعني الصورة واضحة تماما أنه خلال الأيام الأخيرة كان الحديث أكثر شيء منتشرا في العالم، وخاصة في الإعلام والسياسة الغربية، أنه خلال الفترة المتبقية حتى تنصيب ترامب رئيسا يكون هناك مجال لتصعيد. أين هناك احتياطات لتصعيد؟
أعضاء استخدام هذه الصواريخ لعمق روسي، وهذا كان حديث منتشر، ولكن كان غير واضح فعالية لهذا الهجوم والرد الفعل الروسي. اليوم نحن عرفنا أنه فعالية متدنية والجواب الروسي قوي ويختلف نوعيا عن ما كان سابقا، وهذا واضح من تصريح بوتين اليوم. نعم، يعني لا حاجة لأن يتحدث الكرملين بشكل واضح في بيان رسمي عن هذا الأمر، الرسالة واضحة برأيك يعني. هذا وكل الوضوح، لأنه نعم. هذا كلام رئيس بوتين نفسه. نعم، طالما أنك أشرت هنا إلى قدوم الرئيس ترامب للسلطة رغم أنه لم يتسلم بعد منصبه، هنا هناك من يقول أن روسيا عليها أن تنتظر ولا تتسرع في أي رد على أي خطوة يقوم بها الغرب، تنتظر حتى يتسلم ترامب المنصب لترى كيف سيتعامل مع هذه المسألة، ماذا تعلق على ذلك؟ أظن أن هذا الهجوم اللي حدث أول أمس واليوم كان مطلوب الجواب عليه سريعا دون انتظار ولا دقيقة واحدة، لأنه كان واضح أن هذا التصعيد مقصود ضد روسيا، وإذا انتظرنا يوم يومين حتى أسبوع فهذا شيء يشجع الغرب على خطوات الأخرى ويعتبر كأنه الغرب متفوق. والحمد لله أنه هذا الصاروخ كان موجودا لدينا، هذا أصبحت مفاجأة بالنسبة للجميع. وبالتالي هل تعتقد أنهم سيتراجعون الآن عن أي خطوات قادمة؟ الغرب، هنا أتحدث عن الغرب. أظن أنه من الصعب لهم أن يستمروا في مثل هذا، يجب عليهم دراسة ما حدث انطلاقا من المخاطر أصبحت للغرب، لأنه ليس فقط موضوع التقني الفني بل أيضا موضوع نظرية روسية، لأنه بوتين بشكل واضح قال أنه يعتبر هذا الهجوم المشترك دولة غير نووية ودولة نووية، إذا هجموا بصورة مشتركة فمعناته الجواب أيضا يكون للعدو المشترك. وخاصة أنه من المعروف أنه فقط خبراء الغربيون هم قادرون لإدارة طير الصاروخ الباليستي الغربي. طيب، بالتالي هنا عندما يتحدث ربما المسؤولون الغربيون عن التهديدات النووية الروسية يقولون أن ذلك لن يضر فقط أعداء روسيا بل سيضر أيضا روسيا بنفسها، لأن استخدام النووي هنا بمثابة عملية انتحارية حتى لروسيا، ماذا تعلق على ذلك؟ يا سيدي، هذا الإعلامي يعني الغرب دائما يحاول تحميل المسؤولية في هذا المجال على روسيا. في الوقت عندما نحن على سبيل المثال سمعنا لأول مرة أن رئيسة الوزراء السابقة قالت أنه هي مستعدة لإطلاق الصواريخ النووية ضد روسيا، فلذلك مش موضوع أنه الروسية أو رئيس بوتين يريد يلجأ إلى استخدام السلاح النووي، الحديث أول شيء من المعسكر الغربي، ولكن يجب على الجميع أن يدركوا خطورة الوضع. وعندما الغرب يهاجم روسيا بكل قدراته فهو يجب أن يعرف أن روسيا لن تفشل في كل الأحوال ولدينا الإمكانيات. بالمناسبة أنه يجب يكون معروف أن الأطماع الغربية في روسيا موجودة، أما روسيا لا تريد على الإطلاق هجوم دول الغربية، هناك مصالح في أوكرانيا فقط ولا غير، ما فيش في البلطيق، ما فيش في بولندا، ألمانيا، فرنسا وإلى آخره. هذا يجب يكون واضح للجميع.
يعني طالما أنك أشرت إلى فرنسا، هناك صور تم تداولها في الأيام الأخيرة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وهو يتقدم لمصافحة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. هنا يعني وكأن الغرب هنا بدأ شيئا فشيئا يمد يده لروسيا، ونعلم طبعا المكالمة الهاتفية التي حدثت بين المستشار الألماني أيضا والرئيس الروسي. فبالتالي كيف يمكن أن تتجاوب روسيا مع هذه الخطوات الغربية التي تمد يدها لروسيا؟ ما فيش لدينا ثقة على الإطلاق لحكام الغرب وخاصة لحكام أوروبا مثل ماكرون أو شولز وإلى آخره. الآن الشيء الجديد هذا طبعا إدارة ترامب، وهنا الأشياء الكثيرة تتوقف على سياساته ونهجه. إذا كان تحول نحو الأحسن يكون جيد، إذا ما في معناته أن روسيا سوف تواصل نفس النهج وجاهزين للحديث مع أي واحد في المعسكر الغربي. وكما بوتين قال اليوم، هذا الأمريكا التي دمرت معاهدة صواريخ متوسط قصير المدى، ونحن جاهزين لتفاوض مع أمريكا حول الأجندة طويلة عريضة، الأمن في المنطقة الأورو الأطلسية، نزع السلاح وإلى آخره. أما في أوروبا أظن أنه سوف تحدث تغييرات كبيرة في الأوساط الحاكمة الأوروبية. فيما يتعلق ربما ببعض التقارير الغربية التي تتحدث عن جملة انشقاقات تحدث الآن في القوات الأوكرانية، ضعف في الجبهة حتى في الخطوط الأمامية للجيش الأوكراني، هنا كيف تنوي روسيا ربما استغلال ذلك، هذا الضعف في القوات الأوكرانية الذي تعترف به حتى الجهات الغربية هنا، كيف تنوي روسيا استغلال ذلك؟ الشعب الأوكراني شعب شقيق لنا، وشيء مؤسف أن هناك صراع بين الشعبين الشقيقين، فلذلك نحن مستعدين في أي لحظة لإعادة نظر في العلاقات مع هذا الشعب الشقيق. وللأسف الشديد هناك حكام أنه النازيون وقصة معروفة بالنسبة لنا. الآن الخطوة الأخيرة لرئيس بوتين قال أنه حتى هذا الصاروخ اللي نحن سوف نستخدمه الباليستي وسريع أو ما فيش إمكانية لإسقاطه، نحن نحذر الجميع أنه بصير استهداف لمنطقة معينة عشان الناس المدنيين يهربون من هذه المنطقة. فكل منطقة تدخل إليها الجيش الروسي هناك نحن نرى أغلبية الناس يرحبون بالجيش الروسي، وإن شاء الله سوف يتغير الوضع داخليا في أوكرانيا. نعم، يعني هذه الفرضية بالذات تعتبر أنها ممكن أن يأتي تغيير مفاجئ من الداخل الأوكراني ويكون في صالح روسيا ربما في الأيام القادمة. نحن نتمنى أن يكون هناك إعادة نظر في المناخ بالمجتمع. للأسف الشديد خلال 30 سنة كانت إيديولوجية نازية مسيطرة، لكن الآن في هذه الظروف ربما سيتم التغيير، نتمنى ذلك. واضح، نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من موسكو السيد ألكسندر زاسبيكين الخبير في السياسات الروسية والدبلوماسي السابق، نشكرك جزيل الشكر.